النهاردة لحد الخامس كان الصين كبير لحد المفلوق، واحنا في نعمة ربنا يسوع عشان الروح القدس ربنا يدينا كلمة افتتاحها في فم ربنا نتأمل مع عن قدرة ربنا يسوع المسيح لكل المجد وقدرته الإلهية في شفاء الأعراض الخطيرة والمستعصية. يقول لنا النهارده الإنجيل عند شارع المعلمين يوحنا إصحاح 8 إنه كان في وقت عيد مهم جدا عند الشعب اليهودي، ربنا يسوع المسيح لكل المجد صار له شريك وعند باب الضأن اللي هو باب بيت الحملان كانوا بيلقوا الخراف السليمة ويخلوها في بيت يسموه بيت الحمل أو بيت الضأن علشان يبيعوها قبل عيد الفصل. جنب بيت الضأن في بركة اسمها بركة بيت حزدة ومعناها في العبرية بيت البركة. مالها البركة دي؟ البركة دي كان ماءها مقدس، يجي الملاك مرة يحرك المية وأي إنسان ينزل في البركة دي يبرأ من أي مرض اعتراض. والبركة دي ليها دلالة قوية جدا أقول لكم عليها. إن الملاك بينزل يحرك الماء دي وسيلة إضاءة، هذا الملاك يشير إلى نزول ربنا يسوع المسيح لكل المجد إلى أرضنا عشان يباركها ويبارك الإنسان من خلال المعمودية اللي هي امتداد عمل الصليب المجيد، عمل الفداء. فعشان كده بقى الكاهن في صلاة تقديس مية المعمودية وهو بيقدسها بيحرك المية بعمل الصليب زي ما الملاك بالظبط كان بينزل ويحرك الميه باشاره الى عمل ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد، وهو عمل تغيير الطبيعه من الطبيعه الانسانيه العاديه الى الطبيعه الانسانيه الملائكيه اللي تناسب طبيعه السماء. عشان كده في الكلام ده هنقول ان شاء الله ان ربنا اكرمنا عمره وعشنا ليوم حد التماثيل والحد اللي جاي هنتكلم عن عمل الروح القدس في سر المعمودية. فالملاك لما بينزل في البركة بيشير إلى نزول الله الكريمة من سماء مجد إلى أرضنا لكي يعطيها الطبيعة الجديدة. علشان كده إن أي إنسان مريض ينزل اولا في البركه يبرأ من اي مرض اعتراض يعني يخف خالص. شوفوا بقى كنيستنا العظيمه الجميله دي المؤسسه والمرتبه بالروح القدس. في سر مسحه المرضى الصلاه الاولى ربنا يفكرنا بالمفلوق اللي كان مريض من 38 سنه وجاء ربنا يسوع المسيح شفاه. أسأل لنا يا رب يسوع يقول لنا أسأل المريض بتاع بيت حزة ده المريض من 38 سنة في أوجه تشابه كبير جدا جدا بينه وبين الإنسان الخاطئ. ليه؟ لما نرجع للبولس اللي احنا سمعناه من شوية بيقول لنا إن في الأيام الأخيرة خلي بالكم لا تتزعزعوا وخليكم راسخين في الإيمان. ليه؟ لأن في الأيام الأخيرة
هيجي واحد مضل وهيأيد أعماله بالشيطان وهيزلزل كل الأفكار وهيعمل معجزات هيولية، هيولية يعني غير حقيقية، بس الشيطان هيظهر إن هذه الأعمال حقيقية، خلي بالكم محدش يتزعزع. ليه بقى؟ لأن الشيطان هيعمل عملية شلل، فلك في الإنسان، شلل في فكره، شلل في إرادته، شلل في محبته، في الفضاء كله يعمل له شلل، هو ده الفلك. في إنسان هيستسلم تمام للفلك اللي يعمله الشيطان، يستسلم تمام خلاص، ما هو مش عايز، لا عايز يترمي في البركة ولا عايز حد يساعده. لكن في ناس برضه رغم من إن الشيطان بيحاول بكل قدرته وطاقته إنه يشل الإنسان روحياً، لكن في ناس بتجاهد جهاد مرير عشان تخلص من الخطية دي وتحاول إنها ترجع، لكن مش قادرة. هي إيه؟ مش قادرة. لكن لما الإنسان يبدي هذا الاستعداد المقدس الرائع برغم الخطية اللي ملك الإنسان وعمل له شلل، لكن الإنسان عنده استعداد بس مش لاقي حد يساعده، هو عنده شلل بس عايز يرمي نفسه في البركة مش قادر. هنا عمل ربنا يسوع المسيح له كل المجد. راح بقى المريض بالحزن، 38 سنة مريض مشلول، بإشارة أيها الأحباء إلى شلل بني إسرائيل في التيه لما تاهوا 40 سنة في بليل سيناء. ربنا قال لهم تمشوا من الطريق ده علشان توصلوا وتستقروا في المكان اللي لكم عليه. هم بقى ما سمعوش كلام ربنا، مشوا بطريقهم الخاص، عشان كده ربنا سمح لهم بالتيه 40 سنة في البرية. 38 سنة دي بتشير إلى الحالة بتاعت شعب الإسرائيل من البرود والشلل وهم في التيه وقرب عن رعوية إسرائيل، والخمسة أروقة اللي كانوا جنب بركة بتحزدة دي ما هي إلا إشارة إلى خمسة أصفار موسى الخمسة، وهي إشارة إلى الناموس، الناموس اللي بيظهر الخطية. لولا وصية ربنا لينا ما كناش هنعرف إن الخطية خطية، فالناموس يظهر الخطية عشان الإنسان يخلي باله منها ويحتاط منها ما يعملهاش. هناك مفيش حد سأل في هذا الإنسان المفتوح، لكن هو اللي بيسأل لنفسه، عايز يتحرك، هو عايز بس مشلول، يعمل إيه؟ كل ما يحاول ينزل يسبق واحد، لأن البركة بركة حزدة اسمها بيت البركة، والبركة اللي بيسعى إليها أولاً هو اللي بياخدها. سعى إليها يعقوب قبل عيسو فخدها، خد البركة من أبوه، أبو يعقوب، أبو إسحاق. عشان كده هو بيحاول ينزل، بيجاهد عشان ينزل، لكن ما كانش ينفع لأنه مش مفيش حد بيساعده. هنا ربنا يسوع المسيح اللي قال بدون ما تقدرون أن تفعلوا شيء، رحموا لحد عنه. أنا مش بقى محتاجك إن أنت بقى تنزل لمية ولا غيره، أنا هو، أنا الأصل، لا ملاك ينزل من السماء ولا حاجة، أنا هو الأصل، جبت لك لحد عندك، عايز إيه؟ قال له تريد أن تبرد؟ طبعًا يا سيد بكل وداعة، قال له يا سيد أنا كل ما أحاول أنزل البركة ينزل قدامي آخر، مش قادر أنزل، قال له خلاص كلمة واحدة. احمل سريرك وامشي. سلطان، سلطان إلهي، ما هوش بشر، ما هوش نبي، لا هو خالق الأنبياء، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. كلمة واحدة قالها له بسلطان، قم احمل سريرك وامشي، اداله قوة، أعصابه اتشدت. الراجل لما سمع الكلام ده يعني ان هذا الرجل كان عنده ايمان قوي جدا، كان ممكن يقول ايه؟ فكر في الكلام ده، ايه هو البركه؟ وانا قادر اروح البركه لما احمل سريري وامشي. لكن قوه ايمان هذا الرجل
لما صدق كلمة ربنا يسوع المسيح قام على طول فورا وحمل سريره ومشى. ولما حاول ان هو يمد الخطوة الأولى ربنا بارك في خطواته وإداه القوة في أعصابه وشال السرير ومشي. راح بقى الهيكل بعد كده اليهود شافوه، الله مش أنت اللي كنت مفلوج جنب البركة ما حدش كان راضي حتى يساعدك ولا يقول لك إيه الحكاية دي؟ إزاي أنت تحمل سريرك وتمشي في يوم سبت؟ لأن كان صنع المعجزة دي كان يوم سبت. هنا بقى الفريسية بتظهر، الناس اللي هم بيحملهمش علاقة بنعمة ربنا، ليهم علاقة بس بالعين الناقضة تنقض بس، لكن ما بتشوفش عمل ربنا الجليل والعظيم والمجيد في الإنسان. بدل ما يقولوا الله يتنزل اسم ربنا، ازاي انت قمت يعملوا تنبيه باسم ربنا علشان يقوموا ده وما ينقضوا، ازاي تشيل سريرك ومسكت؟ عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لهم قد جعل السبت لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت. انت سيد اليوم مش اليوم اللي سيدك. انا استخدم اليوم ده باسم ربنا. المهم ربنا يسوع المسيح شافه في الهيكل وقال له بقى كلمه رائعه جدا خلي بالنا منها. قال له ها انت قد برئت، لا تعود تخطئ لئلا يكون لك عشر. ودي معناها ايه يا رب يسوع؟ معناها ان الشلل اللي كان فيه والفلج اللي كان فيه الانسان ده سبب ايه؟ سبب الخطيه. نعود بقى لكنيستنا العظيمه عملت لنا سر الانجيل ليه؟ لان في امراض كتيره، امراض جسديه بتكون ناتج عن علل روحيه، اسباب روحيه، اسباب خطيه يعني. بمعنى ان ممكن الانسان يستمر في خطيه معينه تكون هذه الخطيه سبب في مرض ليه. طيب سر مسألة المرضى، الانسان اللي عنده ايمان واعترف بخطيته وصايم بنعمل له سر مسألة المرضى يبرأ من هذا المرض، لان المرض ده كان جسديا ولكنه بسبب اعلى روحيه. عشان كده الكنيسه راحت حطت لنا الروح القدس الصلاه الاولى في سر مسحه المرضى عشان تذكر الانسان ان الخطيه تكون سبب كبير للامراض الانسان، بعض الامراض يعني. عشان كده يحتم على الانسان اللي طالب سر مسحه المرضى من الكنيسه انه يكون اعترف بخطيته وتاب عنه، وبعد كده يدعو زي ما القديس يعقوب الرسول بيقول أمريض أحد بينكم فليضع خصوصا الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض وإن كان قد صنع خطية تغفر لهم. فمن أجل هذا ربنا يسوع المسيح النهارده يعدلهم من دلوقتي لحد الأسبوع اللي جاي هيكلمنا عن الموضوع الأعمى، لأن برضه في ارتباط وثيق بين التشبيه يعني بين المولود الأعمى والإنسان الخاطي. وبعد كده الكنيسة هتقودنا اليوم كما ختام الصوم اللي فيها بقى سر مسحة المرضى. الكنيسة اللي بنهت لينا ربنا هم اللي ما اعترفش يعترف واللي ما كانش يقول علشان احنا غفران خطايانا او مرضنا مرتبط بالاعتراف والتوبة عشان ربنا يدلنا الحل. وزي ما قال المفلوج قم احمل سريرك وامشي ولا تعود تخطئ، كذلك ايضا يقول لنا هذا الكلام ربنا يبارك فيه.